بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على ملاذ الورى، إنسان عين الوجود، شفيع المخلوقات في الموقف العظيم، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الحلقة السابقة ابتدأنا الحديث عن الإمام مولانا دراس بن إسماعيل الفاسي العلامة القطب الوتد الشهير، الولي الصالح، الحافظ العارف الفقيه. تكلمنا عن حياته وبداياته بالمغرب، ثم سفره إلى الأندلس، ثم عودته إلى المغرب، واليوم نذكر رحلته الشرقية وعودته إلى بلده. يذكر الإمام القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك أن مولانا دراسا بن إسماعيل رضي الله عنه رحل إلى المشرق، مر بالقيروان، ثم وصل إلى الإسكندرية ليحج. يقول إنه لما وصل إلى القيروان ودخلها أخذ عنه كثير من رجالها ومن علمائها الأكابر، منهم أبو محمد مولانا عبد الله بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة الشهير. ثم خرج من القيروان مع ولي عالم حافظ آخر هو الإمام مولانا أبو محمد الأصيلي، ورحل إلى مصر وبعدها مكة، وبمصر توقف بالإسكندرية رضي الله عنه، وهنا أخذ عن الولي الشيخ الكبير أبي الحسن مولانا علي بن أبي مطر الإسكندري بالإسكندرية، الذي يتصل نسبه بالإمام صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن مولانا أبي الحسن علي ابن أبي مطر أخذ كتاب ابن المواز في الفقه المالكي، ثم رجع رضي الله عنه بعد حجه إلى المغرب وتوقف بالقيروان، وأخذ عنه بها كما قلت عبد الله بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، وكذلك أخذ عنه كتاب ابن المواز غيره من العلماء، وقد سمعه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى من مولانا دراس، و سمع منه أبو الحسن بن القابسي الكفيف، وكان يقال حينما كان رضي الله عنه بالقيروان ليس في وقته أحفظ منه، كما ينقل ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك. ومولانا دراس بن إسماعيل رضي الله عنه بعد عودته من حجه أدخل مدونة سحنون إلى المغرب، وهو أول من أدخلها، وبه مولانا دراس اشتهر مذهب إمام دار الهجرة، مذهب مولانا مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه. توفي الحافظ المحدث الوتد الولي القطب الكبير مولانا دراس بن إسماعيل الفاسي رضي الله عنه بفاس سنة 57 و300 للهجرة على ما يذكر ابن الفرضي، أو سنة 58 و300 للهجرة على ما يذكر الإمام القاضي عياض، أو سنة 60 و300 للهجرة على ما يذكر ابن أبي زرع الفاسي. على أي، فإنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه توفي بفاس ودفن بها خارج باب الفتوح، وقبره مزارة شهيرة إلى الآن رضي الله عنه. وقد نقل محمد بن عبد الكريم التميمي في المستفاد بمناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد أن جوهر السقلي
العبيدي الرافضي حاصر فاس ولم يستطع دخولها ولم تفتح له، فرأى ليلة في منامه قائلا يقول له: لن تدخل هذه البلدة وبها الأوتاد الأربعة. وذكر منهم مولانا دراس بن إسماعيل الفاسي. والأوتاد الأربعة هؤلاء هو الإمام الحافظ الفقيه على المذهبين، مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي، مولانا أحمد اليزغيتني سيدي بوجيلة المدفون بباب المسافرين، والذي سمي كما قال سيدي عبد الله بن نون في النبوغ رحمه الله تعالى، سمي بباب أبي جيلة نظرا لمقام الرجل ومكانته العلمية ومكانته في الصلاح. والثاني هو العارف بالله القطب، الفرد الولي الصالح، الفقيه الكبير ابن شبة رضي الله تعالى عنه، هذا هو الوتد الثاني. والوتد الثالث هو الإمام الحافظ المجتهد أبو عبد الله الغازي بن الفتوح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أئمة وشيوخ الإسلام الأكابر. أما الوتد الرابع فهو الإمام الحافظ العارف بالله مولانا دراس بن إسماعيل الفاسي رضي الله عنه، ويقال بأن جوهر السقلي ترك المدينة ولم يقدر على محاصرتها طويلا وعاد من حيث أتى. توفي كما قلت مولانا دراس بن إسماعيل الفاسي، والجميل على ما ذكره كثير من المؤرخين أن ابن أبي زيد القيرواني رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء لزيارته فتوفي فحضر جنازته، ولا زال يقوم بقبره بعد وفاته ويزوره 3 أيام. وكان ذلك كما يقول الإمام الحافظ المحدث سيدي محمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس سببا في أن اتخذ المغاربة عادة زيارة القبور 3 أيام بعد وفاة صاحبها وقراءة القرآن عليها. قيل وكان مولانا الإمام ابن أبي زيد القيرواني في تلك الأيام 3 يقرأ القرآن، ولما أراد الرحيل إلى بلده وقف عند القبر وأنشد: قف بالمقابر للتوديع يا حادي، فإن في جوفها قلبي وأكبادي. ومن هنا يعلم ويدرى ويدرك أن قراءة القرآن على القبور وزيارتها مما كان يفعله الصالحون والعلماء الأكابر. ويكفي مثلا ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد ألف علماء المسلمين في ذلك التآليف الكثيرة، وما سطعت فكرة بدعية قراءة القرآن إلا مؤخرا وفاه بها ونصرها وأيدها أولئك الذين خطأهم يغمر صوابهم في علمهم وجهلهم يغمر علمهم، من الذين يعادون أهل الله ويعادون الصالحين من أوليائه. وقد ألف ضمن كوكبة العلماء والأولياء والحفاظ والمحدثين والفقهاء الإمام المحدث الحافظ الحجة الفقيه الأصولي العارف بالله تعالى الشيخ الصوفي، شيخنا وعمدتنا وسندنا الإمام أبو الفضل مولانا عبد الله بن شيخ الإسلام مولانا محمد بن الصديق الحسني المغربي، المتوفى 93 و900 للميلاد، والمدفون بزاوية والده الزاوية الصديقية بمدينة طنجة رضي الله عنه وقدس سره، ألف كتابا عظيما في هذا الباب سماه توضيح البيان لوصول ثواب القرآن. قال فيه رضي الله عنه وقدس سره:
في مقدمة هذا الكتاب: اقرأ على الموتى كلام إلهنا ودع الخصومة في وصول ثوابه، وإذا سئلت عن الدليل فأفصحا بجواب طالبه وحسن خطابه. يصل الدعاء كذا الصيام تفضلا من ربنا، فكذاك حكم كتابه. لا فرق بين عبادة وعبادة، ومن ادعى التفريق ليس بنابه. وحديث لجلاج يؤيد قولنا ويعيض عن خطأ بوجه صوابه: وإذا أتاك معاند بلجاجة فأصم أذنك عن سماع سبابه، لا تفتحن باب الجدال فإنه يفضي بصاحبه لسوء عقابه. قصيدة افتتح بها كما قلت الإمام الحافظ الحجة المحدث مولانا عبد الله ابن الصديق الحسني رضي الله عنه كتابه توضيح البيان بوصول ثواب القرآن. توفي مولانا دراس بن إسماعيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودفن كما قلت بفاس، وأصبحت مقبرته وأصبح مقامه مدفنا لكثير من العلماء الكبار والأولياء. ويذكر سيدي محمد بن جعفر الكتاني رضي الله تعالى عنه وقدس سره في سلوة الأنفاس أن السادة الكتانيين من أعلام العلماء اتخذوا هذا الضريح مدفنا لهم، وقد أعطيت لهم في ذلك ظهائر شريفة عديدة، آخرها ظهير المولى عبد الرحمن بن هشام، وقد أرخ في سنة 40 و200 للهجرة. ومن ضمن أعلام البيت الكتاني المدفونين عند مقام مولانا دراس بن إسماعيل رضي الله عنه والد سيدي محمد بن جعفر الكتاني الإمام العارف بالله الحافظ الفقيه الكبير سيدي جعفر الكتاني الحسني رضي الله عنه وعن جميع العلماء والأولياء الذين دفنوا بجواره وبجوار الحافظ الإمام الوتد الكبير مولانا دراس بن إسماعيل الفاسي قدس الله سره ورضي عنه ونفعنا وإياكم به وبعلومه. إلى هنا ننهي هذه الحلقة من مناقب الصالحين، دمتم في رعاية الله، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.